السلام عليكم. معركة ذات الصواري. كان للدولة البيزنطية في العصور الوسطى السيطرة والسيادة على البحر الأبيض المتوسط بلا منافس، فعلى شواطئه الشمالية امتدت أملاكها إلى شبه جزيرة البلقان والجزر الملحقة بها وآسيا الصغرى، ومن الشرق كانت تتبعها سوريا وفلسطين، ومن الجنوب مصر وشمالي إفريقيا. كذلك امتد سلطانها السياسي إلى وسط وجنوبي إيطاليا وبعض بلاد محددة، ولفترة قصيرة على الساحل الجنوبي لإسبانيا القوطية. وكان لبيزنطة أسطول دائم ومهيب وعدة قواعد بحرية ودور للصناعة، أي صناعة السفن في القسطنطينية وعكا والإسكندرية وقرطاجة وسرقوسا بصقلية ورافنا بإيطالية وغيرها. فقد بلغت عنايتها بالسلاح البحري أقصاها منذ عهد جستينيان يوستانيوس في منتصف القرن السادس الميلادي، وعهد هرقل قبل منتصف القرن السابع، ومن جاء بعده من الأباطرة. وإلى جانب الأسطول البحري كان لبيزنطة عدد من السفن التجارية تستخدم في عمليات نقل الجند والإمدادات، وكانت تتحكم في منافذ البحر الأبيض القسطنطينية ومصر وسبتة، مما استحال معه دخول أي تجارة خارجية إلى هذا البحر دون موافقتها، وشملت تجارتها العالم كله آنذاك. ولم يكن للمسلمين عهد بركوب البحر أو الحرب في أساطيله، ولكنهم وجدوا خلال فتوح الشام أن الأسطول البيزنطي مصدر تهديد خطير ومباشر لأمنهم وأمن المناطق المفتوحة واستقرار الإسلام فيها، فأدركوا أن بناء أسطول إسلامي ضرورة استراتيجية حيوية. فكان نواة هذا الأسطول من السفن التي وجدوها في موانئ الشام ومصر، ثم انطلقوا إلى صناعة السفن في دور الصناعة. وهكذا دخل السلاح البحري في الاستراتيجية العسكرية الإسلامية لأول مرة في تاريخ المسلمين، وبدأ هذا السلاح الناشئ بسرعة مذهلة في ممارسة العمليات البحرية. وكان من الطبيعي ألا تقف بيزنطة مكتوفة الأيدي أمام تلك القوة البحرية التي قامت في البحر الأبيض المتوسط، وأصبح تحت يدها أغلى ما كانت تملك من دور للصناعة وقواعد بحرية في عكا والإسكندرية، مما يشكل تهديدا خطيرا لسيادتها التي امتدت زمنا بلا منافس. واتخذت العمليات البحرية للأسطول الإسلامي شكلين: الأول عمليات تستهدف غزو جزر البحر الأبيض ذات الأهمية الاستراتيجية في تأمين الشام ومصر، والثاني عمليات القتال البحري ضد أسطول بيزنطة مثل معركة ذات الصواري موضوع هذا الفيديو. تقدم المصادر والمراجع العربية والأجنبية أسبابا مختلفة لمعركة ذات الصواري البحرية، نذكر أهمها فيما يلي: إجهاد قوة البحرية الإسلامية النامية. يقول أرشيبالد ديلويس بعد أن تحدث عن غزو الأسطول الإسلامي لقبرص، ويظهر أن الغارات التي انتهت باحتلال الجزيرة أثارت حماسة الدولة البيزنطية نحو البحر ودفعتها للقيام بعمليات بحرية جديدة، وكان هذه العمليات قد توقفت منذ فشلها في معركة الإسكندرية عام 25 هجرية. أعد قسطنطين الثاني خليفة هرقل أسطولا كبيرا تراوح من 700 إلى 1000 سفينة شراعية، والتقى هذا الأسطول في السنة ذاتها بأسطول صغير مشترك بين العرب والمصريين مكون من 200 سفينة أقلعت من شواطئ سوريا قرب موضع يقال له فونيكس بآسيا الصغرى، وتعرف هذه الواقعة بواقعة ذات الصواري. ويقول إرنست واترفورد دي بوي: لقد بدأ العرب بشدة في تحدي سيادة بيزنطية البحرية وهزموا أساطيل الإمبراطور قسطنطين الثاني،
واستولوا على بعض الجزر شرقي البحر الأبيض المتوسط. وفي موضع آخر يقول: وفي البحر استولى المسلمون على رودس وهزموا أسطولا بيزنطيا يقوده قسطنطين بنفسه في معركة بحرية عظمى خارج ساحل ليكيا. وأما سبب هذه الغزوة فإن المسلمين لما أصابوا من أهل إفريقيا وقتلوهم وسبوهم، خرج قسطنطين بن هرقل في جمع له لم تجمع الروم مثله مذ كان الإسلام. وأيا كانت الأسباب التي ذكرت، فقد التقى الأسطول الإسلامي بقيادة عبد الله بن سعد بن أبي السرح ولي مصر، وكان يتألف من 200 سفينة، بالأسطول البيزنطي بقيادة الإمبراطور قسطنطين الثاني خارج ساحل ليكيا في آسيا الصغرى. ويمكن وصف أحداث المعركة باختصار على النحو التالي: نزلت نصف قوة المسلمين إلى البر بقيادة بسر بن أبي أرطأة للقيام بواجبات الاستطلاع وقتال البيزنطيين المرابطين على البر، وذلك تطبيقا لواجبات أمير البحر عندما تكون المعركة البحرية قرب البر والسواحل والجزائر، فعليه ألا يهجم على المراسي لئلا تكون مراكب العدو بها كامنة، ولا يتقدم إلى البر إلا بعد المعرفة والاحتراز من الأحجار والأعشاب والأحارش التي تنكسر عليها المراكب. وإن كان القتال قرب البر والسواحل والجزائر فيجعل عيونه وطلائعه على الجبال فيتأهب لذلك. بدأ القتال بين الأسطولين عندما أصبحت المسافة بينهما في مرمى السهام بالتراشق بالسهام، وبعد أن نفدت السهام جرى التراشق بالحجارة، ومن أجل ذلك كانوا يجعلون في أعالي الصواري صناديق مفتوحة من أعلاها يسمونها التوابيت، يصعد إليها الرجال قبل استقبال العدو فيقيمون فيها للكشف، ومعهم حجارة صغيرة في مخلات معلقة بجانب الصندوق يرمون العدو بالأحجار وهم مستورون بالصناديق. وبعد أن نفدت الحجارة ربط المسلمون سفنهم بسفن البيزنطية، وبدأ القتال المتلاحم بالسيوف والخناجر فوق سفن الطرفين. انتهت المعركة بعد قتال شديد بانتصار المسلمين بإذن الله. إن عبد الله بن سعد لما نزل ذات الصواري أنزل نصف الناس مع بسر بن أبي أرطأة سرية في البر، فلما مضوا أتى آت إلى عبد الله بن سعد فقال: ما كنت فاعلا حين ينزل بك هرقل يقصد قسطنطين في 1000 مركب فافعله الساعة، أي أنه يخبره بحشد قسطنطين لأسطوله لملاقاته، وإنما مراكب المسلمين يومئذ 200 مركب ونيف. فقام عبد الله بن سعد بين ظهراني الناس فقال: قد بلغني أن هرقل قد أقبل إليكم في 1000 مركب فأشيروا علي. فما كلمه رجل من المسلمين، فجلس قليلا لترجع إليهم أفئدتهم، ثم قام الثانية فكلمهم فما كلمه أحد، فجلس ثم قام الثالثة فقال: إنه لم يبق شيء فأشيروا علي. فقال رجل من أهل المدينة كان متطوعا مع عبد الله بن سعد فقال: أيها الأمير، إن الله جل ثناؤه يقول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فقال عبد الله: اركبوا بسم الله. فركبوا، وإنما في كل مركب نصف شحنته، وقد خرج النصف إلى البر مع بسر، فلقوهم أي أسطول البيزنطيين فاقتتلوا بالنبل والنشاب، فقال: غلبت الروم أي انتصرت. ثم أتوا فقال: ما فعلوا؟ قالوا: قد نفد النبل والنشاب، فهم يرتمون بالحجارة، وربطوا المراكب بعضها ببعض يقتتلون بالسيوف. قال: غلبت. وكانت السفن بالداكة تقرن بالسلاسل عند القتال، فقرن مركب عبد الله يومئذ وهو الأمير بمركب من مراكب العدو، فكاد مركب العدو يجتر مركب عبد الله إليهم أي يجذبه نحوهم. فقال علقمة بن يزيد العطيفي، وكان مع عبد الله بن سعد في المركب،
فضرب السلسلة بسيفه فقطعها. ما سبب تسمية هذه المعركة بذات السواري؟ بعض المؤرخين يرجع سبب تسمية المعركة بذات السواري إلى كثرة عدد سواري السفن التي اشتركت فيها من الجانبين، وبعضهم الآخر يذكر أن هذا الاسم نسبة إلى المكان الذي دارت قريبا منه، وهو ما نميل إليه. يقول الطبري: فركب من مركب وحده ما معه إلا القبط حتى بلغوا ذات السواري، فلقوا جموع الروم في 500 مركب أو 600. وقوله أيضا: وأقام عبد الله بذات السواري أياما بعد هزيمة القوم.